نعم، يعني هو هذا بيت القصيد من الأمر، هو إخفاء المعلومات. أولا السجين إذا خرج من محبسه فسوف يراه القاضي ويراه محاميه ويطلع على الحالة السيئة التي يعيشها ذلك السجين، فبالتالي هم يخافون من ظهور هذه الحقائق في قاعة المحاكم. أيضا استخدام هذه التقنية فهي تحول بين السجين وبين حريته، لأن يعني إذا كان هذا السجين يستحق إفراج صحي فلن يسمح له القاضي بالخروج الصحي، لأنه لا يرى ولا يتواصل معه ولا يتواصل مع محاميه، وهذا حق قانوني كفله له القانون والدستور. فبالتالي هذا يؤكد ما نرصده ونوثقه من تردي أوضاع السجون ومقرات الاحتجاز السيئة التي تؤدي إلى هذه الوفيات، وهذه تعد جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد. والأمر بات الآن واضحا في ظل سقوط ضحايا يوما بعد يوم، في خلال شهر واحد 4 ضحايا، في خلال 5 أشهر 10 ضحايا. بالتالي هذا نذير خطر، والأمر يزداد سوءا في ظل غياب المحاسبة والمساءلة وغياب التحقيقات. النيابة العامة والنائب العام على مستوى الجمهورية، جميع النيابات هي مسؤولة عن مراقبة أوضاع السجون في كل المحافظات، وهذا ما لا تقوم به النيابة تأكيد سيد العامة محمود ولا يقوم سنتابع به النائب.